خالد يوسف ليبين لنا ملخص دراسته بوقت 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بصورة سريعة لضيق الوقت، أحب أولا أشكر الجامعة وأشكر أساتذة قسم العلوم السياسية على منحنا هذه الفرصة لدراسة العلوم السياسية وما له أثر على بناء شخصيتنا. تطرقت في الفصل التمهيدي الأول إلى أسرة الإمام السيد محسن الحكيم وما لها دور في رسم أدبيات تيار شهيد المحراب وما لهم تأثير في صياغة هذا التيار بصورة عامة. فتطرقت إلى الإمام الحكيم ومسيرته العلمية ومرجعيته وكذلك إلى جهاده، وتطرقت إلى الشهيد المظلوم السيد مهدي الحكيم بصورة سريعة وما له تأثير على هذا التيار أيضا، وتطرقت إلى عزيز العراق وقد ظلمت سماحة السيد عمار الحكيم في كتابتي لهذا البحث بسبب أولا قلة المصادر الموجودة على سماحة السيد وصعوبة اللقاء به بسبب الانشغال السياسي اللي موجود. كانت محورية البحث في الفصل الأول هي السيرة الذاتية والنشاط السياسي لآية الله السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب. قسمتها إلى عدة مطالب. المطلب الأول هو السيرة الذاتية إلى عدة مباحث. المبحث الأول هي السيرة الذاتية له من حيث السيرة الذاتية والتحصيل الدراسي والمؤلفات، وكان المبحث الثاني اللي هو يخص بالنشاط السياسي، وتم تقسيم النشاط السياسي إلى قسمين. القسم الأول هو داخل العراق يعني قبل الهجرة لسماحة السيد شهيد المحراب وبعد العودة وبعد الهجرة، فما كان المحيط بالظروف السياسية للنشاط السياسي لشهيد المحراب داخل العراق ودخوله في بدايات حزب الدعوة وتأثيره في حياة الشهيد الصدر إلى هجرته في إيران والنشاط السياسي اللي موجود في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية وتأسيسه للعديد من المؤسسات الدينية والسياسية وتسلمه العديد من المناصب لهذا الشيء. وتطرقت في نهاية هذا الفصل إلى عودته واستشهاده، وتطرقت في الفصل الثاني إلى المرجعية الدينية وما يمثل لتيار شهيد المحراب علاقة وثيقة بالمرجعية الدينية ومفهوم وفكر السيد الحكيم والإطار الفكري للمرجعية الدينية، وكذلك تطرقت إلى المسؤوليات التي تتولاها المرجعية الدينية والمهام الرئيسية الثلاثة التي هي الولاية والإفتاء والقضاء وما يقوم بالولاية من اختلاف بين المراجع. وتطرقت في الفصل الأخير إلى الشورى في فكر آية الله الحكيم وما هي علاقة الشورى بالولاية وعلى المستوى التنفيذي وعلى المستوى العام، وكذلك الشورى والولاية والشورى والمستشارين، والحمد لله رب العالمين.